بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله شرح مادة نظرية الإنشاءات. نبدأ إن شاء الله تعالى في شابتر 2، وناخذ جزئيات الجداول طبعا من شابتر 1 لاستعمالها في أول جزئية من شابتر 2. أهم شيء أو بداية في شابتر 2 هيكون أهم حاجة عندنا اللي هو توزيع الأحمال. توزيع الأحمال لما يكون عندي على سبيل المثال في هذا الشكل سقف أو بلاطة، وأبغى أوزع أحمال هذه البلاطة أو طريقة انتقال الأحمال في هذه البلاطة إلى الكمرات الموجودة بالأسفل، وبعد ذلك وضع شكل الكمر المناسب لإيجاد الرياكشنات، وهذا يعني سيتم إن شاء الله أخذه بالتفصيل في مادة الار سي، كيف أنه لما نوجد الأحمال اللي على الكمرة ونجيب الرياكشن وبعد كذا نجيب البندنج مومنت دياجرام والشير فورس دياجرام، كيف نصمم هذه الكاميرا سواء في الخرسانة أو في الستيل. فحاليا كل اللي يهمنا هو توزيع الأحمال أو طريقة انتقال الحمل من البلاطة إلى الكاميرا إلى أن نصل للشكل النهائي على الكاميرا اللي هو بهذا الشكل، وربما يكتمل السؤال أنه يطلب منك إيجاد الرياكشنات عند السبورت. قبل لا نبدأ ندخل في تفاصيل توزيع الأحمال نبغى نطلع على بعض الجداول. أول جدول عندنا هنا هو يتكلم عن المينيمم دينسيتيز أو الكثافات، كثافات بعض المواد. طبعا الكثافات هذه المواد يعني لما نجي أحسب الديد لود طبعا، فهذا الجدول وأيضا جدول الديد لود اللي راح نشوفه بعد شوية مرتبطين. بناء على معطيات السؤال والمتوفر في السؤال أقدر يعني أستخدم الجدول المناسب لهذه الحالة، وأيضا بعض المواد ممكن تكون موجودة هنا وما هي موجودة في الجدول الثاني، فأطلع اطلاع بسيط على الجدولين. في حال أن أعطي الجدول في الاختبار يعني ما أعطيت القيمة جاهزة راح أستعمل الجدول مباشرة بكل بساطة وما في صعوبة إن شاء الله. نشوف هنا عندنا كثافات المواد. طبعا الكثافة إن كانت بالوحدات الـ SI system هتكون بالكيلو نيوتن على متر مكعب، وإن كانت بالإنجليش سيستم هتكون بالباوند لكل فيت مكعب. هنا عندي المواد ألمنيوم، كونكريت، في أكثر من نوع للكونكريت، بلين سندر، بلين ستون، رينفورست سندر ورينفورست ستون، والكلاي، وأيضا الساند والجرافل وإلى آخره. طبعا الماسونري اللي هو الطوب لايت ويت الوزن الخفيف، وهنا النورمال ويت، والوود والبلاي وود اللي هو الخشب، هذا الخشب وهذا الأبلكاش. فجميع المواد تقريبا او يعني عدد كبير من المواد موجود في هذا الجدول بهذه الوحده، وننتبه للوحده لانه كل جدول له توزيع وحدات خاص فيه. نشوف الجدول الثاني. الجدول الثاني بيتكلم عن المينيمم ديزاين ديد لود. الديد لود اللي هي الاحمال طبعا اللي بتكون موجوده، الاحمال الميته الموجوده على البلاطه او على السقف مباشره. نفس الكلام هنا عندي الوحدات، لكن هذه المرة الوحدة حقت هذا الجدول هي كيلو نيوتن لكل متر مربع وليس لكل متر مكعب حمل على مساحة اللي هو مساحة البلاطة، وهنا بي اس اف يعني باوند بير سكوير فيت، يعني باوند على فيت مربع بخلاف الجدول السابق اللي كان فيه فيت تكعيب. هنا بيتكلم عن الجدران بالنسبة للأحمال اللي بتكون جاية من الجدران حسب نوع الطوب طبعا، كلي بريك حسب مقاس الطوب، وأيضا هنا بيتكلم عن بعض أنواع الخشب. هنا بيتكلم برضو على الفلور الأرضية اللي هي بتكون لايت ويت كونكريت، الخرسانة خفيفة الوزن، أو السندر كونكريت أو الستون كونكريت، برضو شفنا هذه المواد هناك. فهنا بنحصل على أحمالها بالكيلو نيوتن لكل متر مربع. طبعا أنا لما أجي أتكلم على بلاطة أو سقف خرساني، السقف هذا له سمك معين تمام، فالكيلو نيوتن لكل متر مربع هذه بتكون لكل انش او لكل مليمتر. لما اجي اتكلم عن وحدات الاس اي اقول لكل مليمتر من سمك البلاطه، ولما اجي اتكلم عن الوحدات الباوند بير سكوير فيت باخذ وحده الانش يعني لكل انش من هذه البلاطه. فلو قلت انا البلاطه والسقف سمكه 100 مليمتر، فلنفترض 100 مليمتر، إذا هاخذ الرقم هذا، هذا لكل واحد مليمتر أضربه في 100 عشان أجيب الحمل النهائي بوحدة كيلو نيوتن على متر طولي، وهنشوف كيف هذا الكلام يتطبق في الأمثلة إن شاء الله.
تكملة الجدول أيضا بعض المواد موجودة هنا. ونروح الآن على الجدول الثالث. الجدول الثالث اللي هو جدول اللايف لود أو الأحمال الحية، أيضا بيكون عبارة عن حمل على مساحة لأنه بيكون موجود على السقف أو على البلاطة، فبيكون تمييزه أو وحدته كيلو نيوت لكل متر مربع أو باوند لكل سكوير فيت أو فيت مربع. هنا اللايف لود بيعتمد على نوعية المنشأة أو نوعية السقف نفسه، يعني ممكن داخل المنشأة في عدة أسقف. على سبيل المثال لو جينا نتكلم عن السكولز المدارس، بيكون على حسب المعطى في السؤال هل هذا السقف لكلاس روم، إذا كان لكلاس روم فله لايف لود معين، وإذا كان للكوريدورز أو الممرات بيكون لها أيضا لايف لود معين. وهكذا على نفس المثال هنا الريزيدنشيال الدويلينج الوحدات السكنية الفنادق، وأيضا هنا لو جينا نشوف الأوفيس المكاتب حسب هل بتكلم عن اللوبي ولا بتكلم عن الأوفيس نفسه وإلى آخره. فحسب الكلمة المعطاة في السؤال أبحث عنها فأدخل على الجدول بكل بساطة وأطلع قيمة اللايف لود اللي أنا أحتاجها وفقا لهذا المعطى، أو أنه يكون طبعا اللايف لود معطى جاهز وبهذه الحالة أنا ما أحتاج أساسا لاستخدام الجدول. نجي الآن نكمل اللي بدأنا عليه اللي هو توزيع الأحمال. في توزيع الأحمال أو انتقال الأحمال من البلاطة أو من السقف إلى الكمرات، أنا عندي طريقتين لانتقال الأحمال. الطريقة الأولى اسمها One Way System، يعني أن الحمل بينتقل في اتجاه واحد فقط. والطريقة الثانية هنشوفها بعد شوية اسمها Two Way System، أو أن الحمل بينتقل في اتجاهين. على سبيل المثال لو جيت أشوف الكاميرا أو السقف هذا عشان أشوف الون واي سيستم، طبعا إيش يعني إيش الشرط اللي يحكم إنه هذا ون واي ولا تو واي؟ أول حاجة أنظر إلى السقف. طبعا هذا ما أعتبر هذه بلاطة واحدة. ليش؟ لأنه هنا عندي كاميرتين كذا بلاطة واحدة صحيح، ولكن في وجود هذه الكاميرا الثالثة صار كل جزء منها باكية منفصلة. يعني هذه تعتبر النصف هذا يعتبر باكية والنصف الثاني يعتبر باكية أخرى، فبالتالي أنا أدرس واحدة منهم فقط أو أجي أحلل على واحدة منهم فقط هي اللي أتعامل معها. لو جيت أتعامل مع واحدة من هذه البلاطتين المختلفة الآن أو الباكيتين، ألاقي إنه هذه أبعادها 5 في العرض و10 في الطول. عشان أعرف هي one way ولا two way أنا لازم أقسم L2 اللي هو الطويل على L1 اللي هو القصير. لما أقسم L2 على L1 إذا كان الناتج أكبر من الاثنين، أي رقم أعلى من الاثنين، على طول بقول إنه هذه البلاطة تعتبر one way system. أما إذا كان اثنين وأقل ناتج هذه القسمة، على طول راح أقول إنه البلاطة هذه بتتوزع أو أحمالها بتتوزع وبتنتقل two way system. نجي نشوف الآن هنا. الآن نبدأ بتبسيط الشكل 3D هذا إلى شكل بسيط 2D عشان يسهل علي توزيع الأحمال فيه أو النظر إلى أبعاده. هذه هي نفس هذه البلاطة، الخطوط هذه تعني كاميرات، هذه كاميرا كاميرا وهنا أيضا كاميرا، وهذه لو نلاحظ كاميرا موجودة هنا وكاميرا موجودة هنا اللي هم بالطول جايين، هذه اللي هي A و B F. الطول الكلي اللي هو 10 من هنا إلى النهاية، هذا 10. والعرض زي ما هو معطى هو 10 طبعا، لكن الجزء الطويل هذا هو 10 مقسمة إلى جزئين يعني 5 و5، والجزء الآخر هو اللي بنعتبره 10 من هنا. الآن نبغى نعرف هل هذه البلاطة أو هذا السقف راح ينقل أحماله على الكاميرات. لو جينا نتكلم بس على هذه الباكية فقط مثلا على سبيل المثال، الباكية هذه عليها أو محاطة بأربع كاميرات، يعني جزء من هذه الكاميرا الطويلة اللي هو هذا الجزء، وأيضا جزء من هذه الكاميرا الطويلة، وكاميرا CD والكاميرا AB. هل البلاطة هذه هتنقل أحمالها على AB فقط، عفوا على AB وCD يعني في اتجاه واحد في هذا الاتجاه، ولا جميع الكاميرات راح تأخذ جزء من الأحمال فبالتالي وقتها راح يكون two way؟ المفروض هنا أننا نسوي قسمة الجزء الطويل على الجزء القصير. الآن الجزء الطويل من هذه البلاطة المستطيل الصغير 10، والجزء القصير بيكون 5. 10 على 5 يساوي 2،
طالما انه ما تجاوز الاثنين المفروض اننا نقول عنها two way وهذا اللي هنعتمده في الحل وهذا المعتمد في الكتاب، ولكن هذا المثال فقط للايضاح وللتبسيط لا اكثر. فلنعتبر مجازا اننا قسمنا 10 على 5 وكان الناتج اعلى من الاثنين، حتى لو 2.1 او 2 شيء بسيط مو مشكله. فنعتبر مجازا ان الناتج طلع اكثر من 2 عشان نشرح بس جزئيه انه كيف بيكون توزيع الون واي. في هذه الحاله الاحمال ستنتقل او ستتوزع على الكمرات الطويله، يعني هذا الجزء القصير ما راح ياخذ شيء من الاحمال وهذا الجزء القصير ما راح ياخذ شيء من الاحمال، بالتالي نصف الحمل زي ما نشوف المستطيل، نصف الحمل تماما اجي عند نصف البلاطه واقسم خط، نصف الاحمال هتتوزع على هذه الكاميرا ونصف الاحمال هيتوزع على هذه الكاميرا. طبعا لما اجي اتكلم عن الاحمال اتجاه الاسهم هذا لا يعني ان الحمل رايح لفوق وهذا رايح لتحت، طبعا احنا نعرف انه جميع الاحمال مع الجاذبيه متجهه للاسفل، لكن هنا النظر عباره عن بلان زي ما اخذنا في الرسم الهندسي، يعني انا انظر من الاعلى، انظر من الاعلى على هذا السقف، فبالتالي هذه للامام وللخلف اتجاه التوزيع، ولكن في النهايه الحمل هيكون كله اتجاهه على الكاميرا الى الاسفل، فانتبه لهذه النقطه. طيب الان عرفت ان الاحمال هتتوزع نص ونص، فبالتالي انا لو حللت الكاميرا سي دي كاني حللت الكاميرا اي بي، باختلاف بسيط ان الكاميرا سي دي شايله نص من هذا الجزء من الباكيه هذه وايضا شايله نص من الباكيه هذه، فطبعا يكون الافضل اني احلل الكاميرا سي دي ما احلل اي بي. ليش؟ لان الكاميرا سي دي عليها اكثر او عليها احمال اعلى، عليها جزئين من الحمل. طيب الان لو جيت اطالع في الكاميرا سي دي الاحظ انه عليها هذا المستطيل اللي ارتفاعه بيكون نصف الخمسة، يعني ارتفاع المستطيل هذا 2.5 وفقا للمعطيات الان الوحدات بالفيت، ف 2.5 فيت، وطول الكاميرا نفسها بيكون 10 فيت. طبعا زي ما ذكرنا ان الكاميرا سي دي شايله مستطيل من هنا ارتفاعه 2.5 وايضا مستطيل اخر من هنا ارتفاعه كمان 2.5، فبالتالي مجموع المستطيلات او ارتفاعات المستطيلات اللي شالتها الكاميرا عندي طريقتين للتحليل، اقدر اقول انها شايله مستطيل واحد ارتفاعه 2.5 واحل، ولما اصل للنهايه اضرب في 2، او اني من البدايه في حاله المستطيلات بكل سهوله من البدايه اقول انه 2.5 زائد 2.5 اذا هي شايله وكانها شايله مستطيل ارتفاعه 5 فيت، يعني اقدر اقول على سبيل المثال هذه الكاميرا وكانها شايله حمل ارتفاعه راح يكون 5 فيت وطول الكاميرا طبعا بيكون زي ما هو معطى 10 فيت، والاحمال زي ما قلنا في النهايه اتجاهها كلها راح يكون الى الاسفل. طيب الان الارتفاع الخمسه هذا ابغى اعبر عنه بصيغه، هي نعم شايله جزء مقداره 5 فيت من هذه البلاطه، انا ايش استفدت من هذا الرقم الخمسه؟ اني بكل بساطه انظر الى الحمل الكلي موزع على البلاطه اللي هو اول قلنا عليه ديد لود ولايف لود، سواء جبتها من الجداول وجمعتها او انها تعطى جاهزه، هنا معطى جاهزه قال لك الحمل اللي على البلاطه عباره عن 100 باوند لكل فيت تربيع، فاضرب ال 100 باوند لكل فيت تربيع في 5 فيت، الفيت يروح مع التربيع، فبالتالي انا حصلت على وحده باوند لكل فيت اللي هي نعرفها انها وحده الحمل الموزع، فلما اضرب ال 5 في 100 بحصل على 500 باوند لكل فيت، فبالتالي انا قدرت اجيب شكل نهائي للكاميرا اللي هو هذا عندي الان، وبكل بساطه اقدر الان اني احل هذه الكاميرا. طبعا لو كانت المطلوبه كاميرا اي بي كان راح يكون الارتفاع فقط 2.5 تضرب في 100 فيكون 250 مو 500، هنا قلنا 500 ليش؟ لانها شايله نص من هنا ونص من هنا. الان لو ابغى اجيب الرياكشن، لو طلب مني السؤال اني اكمل الحل واجيب الرياكشن في هذه الجزئيه، سهل جدا التعامل مع حمل موزع، اسهل طريقه هي توزيع الحمل، اني اجيب مساحه المستطيل اضرب الارتفاع 500 في 10، يعني الحمل الكلي لو جيت اوزعه هيكون في المنتصف عباره عن 5000 باوند، 5000 في المنتصف وسبورتين شايلين، فبكل سهوله 2500 هنا و2500 هنا.
وكذا انا قدرت اني احل او اقدر اجيب الرياكشنات. طبعا انا لو حليت الان الكاميرا اي بي هيكون عليها نصف هذا الحمل، يعني 250 250 في 10 يعني الحمل الكلي 2500 يتوزع 1250 1250. فلو طلب مني اني اكمل الحل زياده واحل الكاميرا اي اي، الكاميرا هذه اول حاجه هل هي بتاخذ احمال من البلاطه؟ لا. ليش؟ لانه اتفقنا في هذه الحاله نعتبر ون واي، فما راح تاخذ شيء من البلاطه. طب ايش الاحمال اللي موجوده على اي اي؟ طبعا اي اي هذه الكاميرا يقابلها نفسها اللي هي بي اف، هذه الكاميرا. الاحظ حاجه مهمه جدا هنا، ان الكاميرا هذه ما هي شايله الان الجزء، ما هي شايله احمال موزعه من البلاطه، هي شايله مين؟ شايله الثلاث الكاميرات هذه. فبالتالي الرياكشن اللي بيطلع عندي من الكاميرات الثلاثه هذه بعد ما يطلع الرياكشن اقلبه واوزعه على هذه الكاميرا. تعالوا نشوف الان اي اي طولها زي ما قلنا 10 اللي هي 5 هنا و5 هنا، من اليمين عندها النقطه، من اليسار اللي هو هنا اي عندنا النقطه هذه، النقطه هذه فيها الكاميرا الطرفيه اللي هي اي بي اللي قلنا راح يكون الرياكشن عندها 1250. فزي ما طلعت الرياكشن لفوق الان الكاميرا شايله هذا الرياكشن، فبيكون عباره عن حمل على النقطه اي. ايضا في الجزء الاخير هنا في اليسار عندي كاميرا طرفيه اللي هي اي اف راح تكون شايله فقط نص البلاطه، فبالتالي الرياكشن هيطلع برضه من نصف 1250، فاحطه على شكل حمل الاسفل. والكاميرا هذه سي دي اللي في المنتصف قلنا لما حليناها ان الرياكشن بيطلع معايا 2500، فبحط حمل في المنتصف مقداره 2500. ايضا لو ابغى اجيب الرياكشنات هنا الموضوع راح يكون ان شاء الله بسيط جدا بالتحليل اللي اخذناه من الاستاتيكا. الان نكمل مع التو واي سيستم. زي ما اتفقنا التو واي سيستم لما اقسم الطول على العرض للباكيه الوحده راح يكون الناتج اصغر من او يساوي الاثنين. لو جيت انظر هنا الان البلاطه هذه ابعادها 10 و10 وما في كاميرا في المنتصف، يعني هي البلاطه كامله ادرسها وكانها باكيه واحده فقط محاطه باربع كاميرات A B B D و C D و C A، اربع كاميرات. فلو جيت انظر لها الان ابعادها 10 و10، لو قسمت 10 على 10 هيطلع معايا الناتج 1 1 اصغر من او يساوي 2 طبعا، فبالتالي هيكون التوزيع 2 واي. طريقه التوزيع 2 واي طبعا من باب التسهيل هنشرح جزئيتين منفصله من التو واي، في حاله تساوي الابعاد تماما وفي حاله اختلاف الابعاد اللي هي زي ال 15 وال 10. لما تتساوي الابعاد تماما هيكون التوزيع عباره عن اربع مثلثات، يعني كل كاميرا هتاخذ مثلث من هذه المثلثات، الكاميرا هذه هتاخذ المثلث هذا، الكاميرا هذه تاخذ المثلث هذا وهكذا. فلو جينا على سبيل المثال ندرس الكاميرا اي بي هتاخذ حمل عباره عن مثلث، الحمل المثلث هذا ارتفاعه زي ما هو واضح، طبعا المثلثات متقاطعه وطالما الابعاد متساويه اذا راس المثلث هيكون 5 فيت نصف هذا الطول، فبالتالي ارتفاع المثلث 5. طالما ارتفاع المثلث 5 ايش قلنا نستفيد من هذه الخمسة؟ اني بضربها في حمل البلاطة فيعطيني 500 باوند لكل فيت. وابعاد الكاميرا اللي هي العشرة اقدر اقسمها الى 5 و5 بحيث ان المثلث رأسه في المنتصف تماما. هذا بالنسبة لتساوي الابعاد. طيب اذا كانت الابعاد مختلفة زي ال 15 وال 10 نقسم 15 على 10 الطويل على القصير يعطيني 1.5، ما زالت اصغر من الاثنين بالتالي اعتبرها تو واي سيستم. في هذه الحالة الأبعاد ما هي متساوية بالضبط، فألجأ إلى أني أقول الكاميرات الصغيرة اللي هي أطوالها 10 في اليمين وفي اليسار هتاخذ مثلثات زي هذه وهذه، والكاميرات الطويلة هتاخذ ترابيزويدال شيب. تمام. نجي الآن نشوف كاميرا AB على سبيل المثال قلنا هناخذ شكل ترابيزويدال، الشكل الترابيزويدال هذا هذه هي كاميرا اي بي وهنا السبورت والكاميرا طولها 15، راح يكون ارتفاع الترابيزويد هذا هو نصف الضلع القصير. لاحظ هنا ما كان في ترابيزويد لانها متساويه زي ما قلنا فتكون مثلثات، هنا في ضلع قصير وضلع طويل او مختلفه الارقام حتى لو اختلاف بسيط راح يتولد عندنا هذا الشكل دائما. فبالتالي اقول الترابيزويد هذا ارتفاعه هو نصف الضلع القصير يعني 5، فطالما ارتفاعه 5
أضرب الخمسة في المية تعطيني أيضا 500. ولو جيت لي الشكل هذا زي ما ألاحظ أنه هنا طالما هذا الارتفاع كان 5 وأنا ماشي بزاوية 45 أيضا راح يكون التوقف هنا على بعد 5 فيت، يعني هذا الجزء من الترابيزويد أقدر أعتبره إلى هنا مثلث عرضه 5، وأيضا من هنا أقدر أعتبره مثلث عرضه 5، وهنا مستطيل عرضه هو مو شرط يكون 5، هنا تصادفا 5 هيكون هو الجزء المتبقي. الجزء المتبقي هذا كيف نجيبه بسهولة؟ نطرح الطويل ناقص القصير 15 ناقص 10. إذن في اليمين نصف الضلع القصير، في اليسار نصف الضلع القصير أيضا، أما في المنتصف فرق الضلعين الطويل ناقص القصير. طيب لو جيت أشوف الكاميرا AC، الكاميرا القصيرة هذه عرضها 10 وشايلة مثلث زي اللي فوق بالضبط، عرضها 10 وشايلة مثلث، المثلث هذا راح يكون ارتفاعه أيضا نصف الضلع القصير. إذن جميع الارتفاعات، ارتفاع الترابيزويد أو ارتفاع المثلث، كلها عبارة عن نصف الضلع القصير. هذا هو ارتفاعه نصف الضلع القصير اللي هو راح يكون 5، أضربه في المية تعطيني 500 باوند لكل فيت. والمثلث هذا أيضا رأسه في المنتصف تماما، إذن العشرة أقدر أقسمها إلى 5 و5. هذا بشكل عام توزيع الأحمال على البلاطات، وراح يتوضع عندنا أيضا إن شاء الله في الأمثلة القادمة. نبدأ الآن في مثال رقم 1. The floor of classroom، قلنا الكلمات المفتاحية مهمة في السؤال لتحديد أنواع الأحمال من الجداول في حالة أن الحمل لم يعطى. مبدئيا إلى يعني أن نتحقق من وجود أحمال جاهزة في السؤال أو لا، نأشر على الكلمات اللي نحتاجها زي كلمة classroom. إذن لو إن ما أعطي اللايف لود راح أروح جدول اللايف لود وأدور على classroom وأطلع القيمة اللي أحتاجها. is supported by the bar joist، يعني محملة زي ما نشوف هنا زي الكاميرات. كل جويست من هذه الجويست عبارة عن أو طوله 4.5 متر. and they are spaced، يعني كل جويست يبعد عن الثاني مسافة مقدارها 0.75 متر. طبعا هذه البيانات مفيدة جدا عشان أكون الشكل اللي راح أحتاجه اللي هو زي البلاطة. أقدر أقول بهذا الشكل، نقدر نقول الآن هنا إن الطول الكلي هو عبارة عن 4.5. ولو اعتبرت هذا جويست وهنا بيكون فيه جويست آخر وجويست وجويست إلى آخره، ما يهمني عددهم، يهمني إني أدرس الجويست اللي عليها أكثر حمل ممكن. طبعا ما هيكون طرفي، هيكون وسطي مثل هذا الجويست. فبالتالي الأبعاد، البعد الأول هو طول الجويست نفسه اللي هو 4.5، والبعد الثاني من أبعاد البلاطة أو الباكية الوحدة يعني هو 0.75 اللي هو المسافة ما بين الجويست والثاني. إذا أقدر أقول هذه هي 0.75 متر. فبالتالي الآن بكل بساطة أقدر أدرس هذه البلاطة نفس ما تكلمنا قبل شوية. لو جيت أطالع في الباكية الوحدة أبعادها 4.5 طول و 0.75 عرض، لو قسمت الطول على العرض أكيد أن الناتج راح يكون أكبر من الاثنين، فبالتالي توزيع الأحمال في هذه الحالة أكيد راح يكون one way. إذن أقسم البلاطة هذه نص، وأيضا الباكية هذه راح تقسم نص، فالكاميرا هذه راح تكون شايلة نص من هنا وأيضا نص من هنا. فلو جيت أقول الآن الكاميرا هذه اللي شايلة نص من هنا ونص من هنا، يعني نصف البوينت 75 من هنا ونصف البوينت 75 من هنا، قلنا عندي طريقتين في هذه الحالة للتسهيل. إما أني آخذ النصف فقط وأحلله وبعدين أضرب فيه اثنين، أو أني من البداية أريح نفسي وأقول النصف هذا زائد النصف هذا بما أنهم متساويين في الطول أجمع، وكلهم مستطيلات طبعا، إذا أجمع الرقمين فهيعطوني وحدة كاملة اللي هي 0.75 كارتفاع للمستطيل. طيب نكمل قراءة السؤال. The floor is made with lightweight concrete، نوع المادة اللي مصنوع منها السقف عبارة عن lightweight concrete.
وايضا قلنا السمك يهمني، السمك الخرسانه هذه او سمك البلاطه هذه 100 ملي متر. نقلق ذا ويت اوف ذا جويست، راح نهمل وزن الجويست نفسه، يعني فقط راح ندرس الاحمال اللي جاي عليه بدون وزنه نفسه. يعني determine the load، يبغى انك تحدد الاحمال اللي بتشتغل او شغال على كل جويست من هذه الجويست. قلنا ندرس اكثر واحد عليه حمل اللي هو هذا، فبالتالي يكفينا اني ادرس كاني درست الجميع يعني. طيب نبدا نحسب الان الاحمال. هنبدا بالديد لود. لو جيت اشوف الديد لود، طبعا ما هو معطى عندي كم الديد لود، ولكن حدد لي نوع الماده، قال لي لايت ويت كونكريت. طالما قال لي لايت ويت كونكريت بروح لجدول الكثافات في البدايه. لو رحت لجدول الكثافات وبحثت عن اللايت ويت كونكريت، الاحظ هنا الاحظ ان اللايت ويت كونكريت غير موجود، فبالتالي راح الجأ للجدول الثاني اللي هو جدول الديد لود. لما نروح لجدول الديد لود حصلت الان هنا اللايت ويت كونكريت اللي راح تكون وحدته على حسب وحدات السؤال. وحدات السؤال هنا الان بالمتر، فبالتالي هستخدم هذا العمود واقول ان اللايت ويت كونكريت الديد لود اللي جاي منه او الاحمال اللي جايه منه بتكون 0.015. انتبه هنا جدا الوحدات مهمه وحساسه، كيلو نيوتن لكل متر تربيع، ولكن لكل ملي متر من ارتفاع السقف. فبالتالي الوحده الان تكون عندي كيلو نيوتن لكل متر تربيع لكل ملي متر من هذا السقف. فبالتالي الان لما اضرب سمك السقف اللي هو معطى بالملي عندي، راح يحذف الملي مع الملي ويبقى كيلو نيوتن على متر تربيع. وهذا هو الفرق بين جدول الكثافات وهذا الجدول. نشوف الان القيمه 0.015. لو جيت اطالع في السؤال 0.015 زي ما مذكور عندي بعد الرجوع الى جدول 1-3، هنضربها في السمك اللي هو 100، فاحصل على الجواب 1.5 كيلو نيوتن. زي ما اتفقنا الوحده النهائيه هتكون ايش؟ كيلو نيوتن لكل متر تربيع. طيب اللايف لود الان حسبنا الديد لود خلاص على شكل حمل على مساحه، باقي اللايف لود ايضا بنجيبه على شكل حمل على مساحه، بحيث اني اقدر اجمع الرقمين مع بعض، لازم الوحدات طبعا تكون متناسقه. اللايف لود هروح جدول 1-4، ادخل على جدول 1-4، طبعا حددنا النوع هو كلاس روم. اروح جدول 1-4 بكل بساطة وادخل على الكلاس اللايف لود، ادور على الكلاس روم. الاحظ هنا انه عندي سكولز فيها كلاس روم، فبالتالي الحمل الوحدات اس اي، فبالتالي راح اخذ هذا الرقم اللي هو 1.92. فبالتالي اللايف لود 1.92 كيلو نيوتن لكل متر تربيع، اذا وحدته جاهزه مباشره راح اخذها، ما تضرب في شيء لان اللايف لود بيجي رقم جاهز، يعني تمييزه ووحدته مناسبه خلاص. فالان اللي بسويه اني بجمع الرقمين 1.5 مع 1.92 واحصل على التوتال لود او الحمل الكلي او الحمل النهائي اللي هو هذا. الخطوة اللي بعد كذا اللي هي قلناها قبل شوية لما رسمنا البلاطة وحددنا أبعادها، أبعاد البلاطة بتكون L1 القصير، L2 الطويل، أقسم الطويل على القصير، الرقم زي ما اتفقنا طلع معايا أعلى من الاثنين، بالتالي راح يكون One Way Slab. فطالما عرفنا أنه One Way Slab واتفقنا أن الجويست بيشيل مستطيل، المستطيل هذا أو مستطيلين يعني اللي هو في المنتصف، المستطيلين هذه مجموع أبعادها زي ما اتفقنا أنه 0.75، إذا أضرب 0.75 في الحمل اللي جاي من البلاطة عشان أحصل على الحمل الموزع الطولي اللي هو كيلو نيوتن لكل متر طولي. فأقدر أرسم الآن الكاميرا بهذا الشكل، هذه الكاميرا أقدر طبعا أرسمها عادي 2D بس هنا موضحة بشكل 3D. هذا السبورت الأول وهذا السبورت الثاني وهذا الحمل الموزع مقداره 2.57. لو أبغى أحل الكاميرا زي ما اتفقنا أول، اتفقت أن طول الكاميرا معطى في السؤال اللي هو 4.5، فأقدر أضرب الحمل الموزع ذا 2.57 في 4.5، أجيب الحمل النهائي أو أركز الحمل عفوا في المنتصف. ولو طالما أنه في المنتصف وفي 2 سبورتس فقط أقسم على 2 فأطلع
الرياكشنات في اليمين وفي اليسار. هذا بالنسبة لتوزيع الأحمال في المثال الأول. هنشوف أيضا مثال ثاني. المثال الثاني هنا بيقول كونكريت جيردرز، أيضا بيكون عندي كاميرات خرسانية زي ما موضح في الصورة، باسنجر كار باركينج يعني مواقف سيارات، هذا نوع البلاطة. فبالتالي لو احتجت اللايف لود راح انظر لجدول رقم 1-4 واطلع قيمة اللايف لود للباسنجر كار باركينج. الاسبان يعني طول الكاميرا 30 فيت، فبالتالي نفس الكلام اقدر اني ارسم بلاطة راح يكون طول الكاميرات فيها هو الاسبان هو 30 فيت، والمسافة ما بين الكاميرا والثانية 15 فيت. دائما كلمة اون سنتر يعني من منتصف الكاميرا إلى منتصف الكاميرا، أو كلمة سبيست يعني الكاميرا تبعد عن الكاميرا، فكلها تؤدي نفس المعنى اللي هي بتكون 15 اللي هو راح يكون عرض الباكية الوحدة. الفلور سلاب أو البلاطة اللي مستخدمة عندي 5 إنش سمكها 5 إنش، انتبه هنا الوحدات صارت انجلش سيستم زي ما موضح. ميد أوف رينفورست ستون كونكريت، يعني نوع المادة هنا الآن رينفورست ستون كونكريت، مهم عندي إني انتبه لاسم المادة كامل. وهنا معطيني اللايف لود جاهز وقال لك للتأكد انظر جدول 1-4 هنلاقي انه نفس القيمة موجودة. هنرجع له بعد شوية. determine the distributed load، يبغاك تجيب الأحمال الموزعة على الكاميرات. طبعا زي ما قلنا أسهل شيء انه ندرس الكاميرا اللي عليها أكبر قدر من الأحمال. لو جيت أبى أسوي رسمة، ويفضل طبعا انك تسوي رسمة في الاختبار أيضا، هتكون الرسمة بهذا الشكل، كاميرات طولها 30 والكاميرا تبعد عن الثانية 15 إلى آخره. فقلنا ندرس دائما اللي في المنتصف لأن عليها أكثر من بلاطة. وأيضا هنا عندي طبعا في كاميرات في اليمين وفي اليسار، سواء في كاميرات أو ما في كاميرات إحنا هندرس اللي هنا في المنتصف، يعني هندرس هذا الجزء فقط. فأطالع الآن للتوزيع، طالما إنه في كاميرات راح يكون التوزيع وفقا للقسمة اللي اتفقنا عليها. لو جينا نقسم الثلاثين على الخمسطعش هيكون الناتج 2 بالضبط، وقلنا انه 2 بالضبط يعني التوزيع وفقا للكتاب بيكون 2-way system. طالما التوزيع هيكون 2-way system هيكون عبارة عن مثلثين واثنين ترابزويد، ما راح يكون مستطيلات بالمنتصف زي الone-way. المثلثات هتكون هنا في الكاميرات الصغيرة اللي طولها 15، والترابزويد للكاميرات الطويلة اللي طولها 30. طيب كم ارتفاع المثلث هذا راح يكون؟ راح يكون نصف الضلع القصير 7.5، والمثلث هذا أيضا ارتفاعه 7.5، والترابزويدال أيضا 7.5 7.5. والباقي الجزء الباقي اللي أول قلنا أنه مو شرط يكون نصف الضلع القصير، هو عبارة عن الفرق، عبارة عن الفرق يعني 30 ناقص 15 اللي هي 15. فبالتالي الترابزويد هيكون بهذا الشكل. لو جيت أشوف الكاميرا AB الآن هيكون عليها ترابزويد، حمل ترابزويد من اليمين 7.5 ويبدأ يكون ماشي بشكل مستقيم، بعدين يرجع ينزل مثلث من هنا أيضا 7.5 وفي المنتصف 15 فيت. والحمل النهائي اللي يهمني لازم أطلعه عشان أكون خلصت حل السؤال اللي هو هذا الرقم 1687. طيب الرقم هذا كيف راح يجي؟ نبدأ نحل زي ما حلينا في المثال السابق. نعيد نفس الكلام، الطول الضلع الطويل 30، ال1 القصير 15، لو قسمناهم 2 بالضبط اذا راح يكون 2-way slab او 2-way system. نوع الماده reinforced stone concrete. ببدا ادخل على جدول الكثافات، اذا كانت موجوده راح اخذ الرقم مباشره، واذا ما كانت موجوده بروح للجدول اللي بعده. لو بروح الان لجدول الكثافات، طبعا قبل نروح جدول الكثافات ندور على القيمة اللي تكلمنا عنها اللي هي كانت 50 هنا جراج او باسنجر كار باركينج اللي هي المواقف، وقلنا في الوحدات الانجليش سيستم قيمة اللايف لود عندها 50 زي ما اعطانا في السؤال بالضبط. طيب نروح الان للجدول الاول ونبحث عن قيمة reinforced stone concrete وهل هو موجود او لا. نعم موجود concrete reinforced stone، فبالتالي هاخذ الوحدة اللي احتاجها. الان نحتاج هذا العمود عشان انجلش سيستم،
فالقيمة طلعت 150. القيمة هذه زي ما اتفقنا أي قيمة سواء من هذا الجدول أو الجدول اللي بعده كديد لود هتضرب في سمك البلاطة. فالقيمة عندي 150 زي ما قلنا، 150 هنضربها في سمك البلاطة. نرجع للسؤال، هنضرب 150 في سمك البلاطة. طبعا سمك البلاطة معطى بالإنش بينما الوحدة هنا باوند لكل فيت، فبالتالي لازم أحول هذا الإنش إلى فيت، يعني أقسمه على 12. وهذا هو الفرق الجوهري ما بين الجزئية هذه و أو الجدول الثاني الأول عفوا والجدول الثاني، بحيث أنه الجدول الثاني كان بيعطيني الوحدة على سبيل المثال باوند لكل فيت تربيع لكل إنش زي ما اتفقنا في الجزء النظري المكتوب في الجدول جنب كل بلاطة لكل إنش. فبالتالي أنا بضرب في وحدة سمك البلاطة سواء كانت ملي أضرب في الملي ويروح على طول، أو إنش وأضرب في الإنش فيروح على طول. أنا ماني في حاجة أني أحول سمك البلاطة، وهذا فرق مهم ننتبه له أثناء الحل. أما في حالة استعمال الجدول الأول فالوحدات ما فيها لكل إنش، هي جاهزة في التكعيب، فبالتالي أو هتكون طبعا بالإس آي سيستم متر تكعيب. فمهم جدا أني أحول وحدة سمك البلاطة إن كانت إنش أقسمها على 12 عشان أحولها إلى فيت، وإن كانت ملي إني أقسمها على 1000 عشان أحولها إلى متر. وننتبه لهذه النقطة أثناء الحل. طيب 150 في 5 على 12 كذا جبنا الديد لود، زائد اللايف لود 50 كذا أنا جبت التوتال لود على طول 112.5. نكمل الحل أو بيصف لك هو إيش اللي راح يصير، نفس اللي تكلمنا عنه قبل شوية، انه راح يكون في ترابيزويد الديستريبيوشن، يعني احمال موزعة على شكل ترابيزويد. وايضا زي ما اتفقنا قبل كذا لو جينا نشوف الان هنا زي ما اتفقنا ان انا عندي طريقتين، اما اني اقول ان الكاميرا هذه شايلة 2 ترابيزويد الواحد منهم ارتفاعه 7.5 واحل بناء على انه واحد فقط، وفي الاخير اضرب الحمل في 2 زي ما هيتبع هنا، او اني ايضا اقدر من البداية اقول الترابيزويد هذا زائد الترابيزويد هذا مجموع ارتفاعاتهم بتكون 15، فعلى طول اضرب في 15 بدال 7.5. كذا صحيح وكذا صحيح. يفضل في حالة الترابيزويد اني احلها منفصلة افضل من باب التوضيح. فبالتالي عندي الحمل النهائي التوتال لود 112.5، هضربه في ارتفاع الترابيزويد اللي هو 7.5 واطلع الجواب. وبعدين زي ما قلنا لان احنا بنتكلم على الكاميرا اللي شايلة اعلى حمل فهي في المنتصف، يعني عليها 2 ترابيزويد، فبالتالي بضرب الجواب هذا في 2 واطلع الحمل النهائي بوحدة باوند لكل فيت اللي هو حمل موزع، وهذا هو بيكون الشكل النهائي للكاميرا. وان طلب مني حلها وايجاد الرياكشن ايضا ما بيكون في اي مشاكل، نفس اللي اخذناه في الاستاتيك. بشكل سريع نفس المثال السابق ولكن بوحدات اس اي، هنا الاسبان 10 وتبعد الكاميرات عن بعضها 5، فبالتالي 10 على 5 يساوي 2، اذا 2 واي. هنا السمك معطى بالملي ونفس الرينفورس ستون كونكريت، واللايف لود معطى جاهز، فنفس الخطوات بالضبط اللي اتبعناها اول راح نتبعها الان، ما راح يكون في اي فرق باستثناء ان الوحدات تغيرت. فلما ندخل على الجدول ننتبه لهذا الشيء. لو دخلنا على الجدول بوحدات الاس اي سيستم هنلاقي ان القيمة عندي في الكثافات 23.6 للرينفورس ستون كونكريت، اضربها في سمك البلاطة، واتفقنا لو استخدمنا الجدول الاول لابد من تحويل الوحدات لانه هذا متر وهذا ملي، فاقسم الملي هذا السمك على 1000 تصير الوحدات متناسقة، واجمع بعد كذا مع اللايف لود اللي بطلعه ايضا من جدول اللايف لود او يكون معطى، واطلع التوتال لود. بعد ما طلعت التوتال لود اجي انظر الان للترابيزويد، الاقي انه هذا هو الترابيزويد 10 5، فبالتالي ارتفاع الواحد فيهم راح يكون 2.5، فاقدر اقول انه انا عندي واحد ترابيزويد ارتفاعه 2.5 اضربه في حمل البلاطة واطلع الاقصى حمل موجود في الترابيزويد، بعد كذا اضرب في 2 بوث سايدز عشان الناحيتين واجيب الجواب النهائي 24.35، فهيكون هذا هو الرقم
اللي موجود هنا المفروض انه يكون 24 و35 مو 26. كذا نعتبر انهينا جزء الامثله الخاص بتوزيع الاحمال. نطلع على بعض البروبلمز الموجوده في الكتاب وكيف ممكن يكون حلها او كيفيه التعامل معها. نشوف هذا الشكل عليه طبعا بروبلم واحد وبروبلم رقم اثنين. نعطيني السؤال ستيل فريم ورك ايضا بلاطه على هذا الجزء خرساني وهذا بيكون ستيل او حديد معدن. نوع البلاطه هذه رينفورس ستون كونكريت، اتفقنا انه هذا الكلام عشان اطلع منه نوع الماده في الجدول واجيب الديد لود. ومستخدم اوفيس يعني راح ادور اللايف لود الخاص بالاوفيس. سمك البلاطه معطى. سكتش ذا لودينج فقط مطلوب منك مو انك تحل الكاميرات، انك بس تجيب توزيع الاحمال على الكاميرات اللي هو يطلبها منك. لو رسمت الشكل النهائي لتوزيع الحمل كذا انت انهيت حل السؤال، ما انت مطالب انك تكمل الحل وتجيب الرياكشن الا اذا طلب منك في السؤال، تمام؟ طيب يبغى اللودينج على اي كاميرات؟ يبغى اللودينج على الكاميرا بي اي ويبغى اللودينج على الكاميرا اف اي دي. هذه الكاميرا بي اي اللي هي في المنتصف وهذه الكاميرا اف اي دي اللي هي الطويله هذه. طبعا الكاميرا الطويله هذه ننتبه لحاجة مهمة في هذا الجزء ألا وهي أنه لو لاحظنا أول في السؤال في الشرح قبل الأمثلة كان عندنا الكاميرا هذه كنا نقول أنها شايلة هذه وهذه وهذه، شايلة الرياكشنات اللي جاية من الثلاث هذول. لكن هنا انتبه الآن لهذه الرسمة، في عمود هنا، العمود هذا هو شايل الرياكشن حق هذه الكاميرا وشايل الرياكشن حق هذه الكاميرا، بالتالي الكاميرا اف اي دي ما تعتبر شايله الرياكشن من هذا الجزء، وايضا ما هنا في عمود كمان فما هي شايله الرياكشن من هذا الجزء. يعني فقط الرياكشن الوحيد اللي راح يكون موجود على الكاميرا اف اي دي هو الرياكشن اللي جاي من بي اي. يعني بعد ما احل بي اي واجيب الرياكشن اللي عليها راح اقلبه واحطه هنا، فراح يكون على كاميرا اف اي دي حمل واحد فقط. طبعا الابعاد يعطيني اي وبي، وقال لك في السؤال انه A 2 متر و B 5 متر، يعني لما اجي ادرس الباكيه الوحده ابعادها 5 في 2، الطول على الطويل على القصير 5 على 2 يساوي 2.5، يعني اكبر من الاثنين، فبالتالي التوزيع هيكون ون واي. يعني اقدر اقسم بكل بساطه هذا الجزء نص ونص، يعني الكاميرا اف اي دي ما راح تاخذ جزء من البلاطه، كل اللي راح يكون عليها هو هذا الرياكشن فقط. وايضا هذه لو قسمتها نفس الكلام، فبالتالي عليها مستطيلين، قلنا مستطيلين اقدر بسرعه اجمع المستطيل ذا مع المستطيل ذا، مجموعهم نصف الاثنين ونصف الاثنين، يعني 1 زائد 1 يساوي 2 ايضا. فبالتالي هيكون على كاميرا بي اي حمل مستطيل بهذا الشكل، ارتفاعه يساوي 2. طبعا الاثنين هذه قلنا نستفيد منها ايش؟ اني بعد ما اجيب الديد لود من نوع البلاطه وادخل على جدول اللايف لود اوفيس واجيب اللايف لود واجمع الاثنين اجيب التوتال لود اللي موجود على البلاطه، راح اضرب الان في الاثنين اللي هي تعتبر المسافه المحموله بهذه الكاميرا، فاقدر اطلع الرقم اللي موجود هنا بوحده كيلو نيوتن لكل متر طولي. وطول الكاميرا نفسه اللي هو بي اي هذا هو اللي هو الضلع بي اللي هو 5 متر، فبالتالي هيكون هذا طول الكاميرا. جبت الحمل وطول الكاميرا اقدر احلها بكل بساطه واوزع الحمل هنا واجيب الرياكشن هذا والرياكشن هذا. لو جيت الان ابغى احل كاميرا اف اي دي او ابغى ارسم اللودينج اللي عليها، لاحظ انا ليش حليت بي اي وهو ما هو مطلوب؟ لانه جزء من توزيع الاحمال على اف اي دي هو ايجاد الرياكشن هنا، يعني انا فقط هنا مجبر، ولا هذا ما يعتبر جزء من يعني ما يعتبر مطلوب في السؤال، لكن اجبرت اني اجيبه عشان اكمل حل او توزيع الاحمال على اف اي دي. لو جيت ابغى ارسم كاميرا اف اي دي تكون عندي كاميرا اف اي دي بهذا الشكل، عندي هنا سبورت اللي هو العمود وعندي هنا سبورت
طول كاميرا اف اي دي هو اي واي، يعني 2 و2، اذا طولها النهائي هو 4. هل هي شايل احمال من البلاطه؟ طبعا ننتبه انه ممكن تكون شايل احمال من البلاطه في حاله ان التوزيع تو واي، تكون شايله مثلث من هنا ومثلث من هنا، لكن الان ما في احمال من البلاطه، فبالتالي فقط اللي عليها بيكون هو الرياكشن اللي طلعته من هنا، راح احطه هنا واكتب قيمته كيلو نيوتن، واقدر لو ايضا طلب مني اني احل اف اي دي اقدر اجيب رياكشناتها، لكن قلنا انه ما هو مطلوب في السؤال ايجاد الرياكشن. طيب اللي يفرق بروبلم رقم واحد عن بروبلم رقم اثنين هو الابعاد، قال لك نفس الرسمه نفس الحل نفس كل شيء، لكن اي ب 3 متر وبي ب 4 متر. طبعا ايش اللي هيتغير الان؟ اللي راح يتغير انه 4 قسمة 3 للباكيه الواحده، 4 قسمة 3 هو رقم اصغر من الاثنين، فطالما رقم اصغر من الاثنين اذا التوزيع هيكون تو واي. انتبه ان الكاميرات الطويله اللي هي بي اي وسي دي، طبعا طويله بالنسبه لهذه الباكيه، ما اقول انه اف اي دي ما اقول انها اطول، ليش؟ لان لما ادرس الباكيه هذه فقط هيكون معايا هذا الجزء، هذا الجزء اقصر من هذا الجزء، تمام؟ زي ما اتفقنا سابقا. فبالتالي هيكون هنا عندي ترابيزويد، وهنا عندي ترابيزويد ايضا، وهنا عندي مثلث، وهنا عندي مثلث. لما اخذ الترابيزويد هذا وهذا، طبعا لما اجي ادرس بي اي هيكون عندي ترابيزويد من هنا وترابيزويد من هنا، احلها بنفس طريقه التو واي واجيب الاثنين ترابيزويد، او اخليها ترابيزويد واحد زي ما قلنا واضرب في اثنين واطلع الناتج النهائي. لما يصير شكلها النهائي كاميرا عليها حمل ترابيزويد، اقدر اقسمه الى مثلث ومثلث ومستطيل، او اني اوجد مساحه الترابيزويد على طول لو مجموع القاعدتين على اثنين في الارتفاع، وبعد كذا اوزع الحمل واجيب الرياكشنات عند بي وعند اي. بعد ما اجيب الرياكشن هنا وهنا اجي احل كاميرا اف اي دي. انتبه هنا في هذه الحاله ان عليها مثلث من هذه البلاطه فيرسم، وعليها مثلث ايضا من هذه البلاطه فيرسم، وفي المنتصف عندي الرياكشن اللي طالع من الجزء هذا اللي هو طالع هنا عند اي، اكتبه هنا بالكيلو نيوتن، والمثلثات هذه هيكون عليها كيلو نيوتن لكل متر طولي، كيلو نيوتن لكل متر طولي. وايضا لو طلب اني احلها بسيطه جدا، اوزع الاحمال هنا وهنا واخذ سيجما مومنت واجيب الرياكشنات عند هذا الجزء وهذا الجزء. هذا بالنسبه لبروبلم رقم واحد وبروبلم رقم اثنين. طبعا هنا في ملاحظه ايضا، زي ما نلاحظ هنا لما قلنا انه الكاميرا هذه راح تاخذ حمل كذا في حاله التوي وحمل كذا، لان هذه الكاميرا او الجزء هذا من الكاميرا بالنسبه للبلاطه هذه، لما تكون البلاطه هذه او الباكي هذه توي، معتبر يعني جزء داخل من ال، يعتبر جزء اساسي من السبورتس الاربعه او الكاميرات الاربعه المثبته لهذه الباكيه. بينما لو نلاحظ في مثال واحد اللي قلنا عليه هنا، لو تلاحظوا انه الكاميرا هذه، زي لو جينا نتكلم عن هذه الباكيه مثلا، النص هذا مثلا، الباكيه هذه عليها فقط كاميرتين، بينما الكاميرا اللي جايه بالعرض ما هي موجوده هنا، يعني هي ما هي شايله جزء اساسا من البلاطه، موجوده في الاسفل، فمكان الكاميرا ايضا مهم. يعني على سبيل المثال لو كانت الابعاد هنا فلنفترض 30 و10، 30 قسمة 10 يساوي 3، 3 أكبر من الاثنين فبالتالي هيكون ون واي. بينما لو كانت الأبعاد فلنفترض 15 و10، 15 على 10 يساوي 1.5، بالتالي 1.5 أصغر من الاثنين، فالمفروض وفقا للقسمة ان البلاطه هذه تتوزع تو واي، هذا الكلام صحيح، ولكن ليش ما راح نوزعها تو واي؟ لانه الكاميرا هذه ما هي هنا، يعني ما هي شايله جزء من البلاطه، فمكان الكاميرات مهم. يعني لو اعطيتك بلاطه وما عندها كاميرا هنا، فقط كاميرا في الناحيه هذه وفي الناحيه هذه فقط، هم هذول الكاميرات اللي راح يشيلوا الحمل، البقيه ما راح يشيلوا شيء من الحمل لانه ما هي موجوده هنا، موجوده اسفل، فهذه فقط وتكون وظيفتها حمل الرياكشن من هنا وهنا وهنا، ما تكون وظيفتها هي تثبيت البلاطة، سواء كانت البلاطة ون واي في الحساب أو تو واي،
هتضطر انك توزعها وين وين في الحالتين، لانه ما في الا كاميرتين فعليا اللي شايلين الباكية هذه، وهنا ما في الا كاميرتين فعليا شايلين الباكية هذه، ما في شيء هنا وما في شيء هنا. فهذه نقطة مهمة للتفريق بين شكل السؤال، في حالة انه جاء سؤال بهذا الشكل ننتبه الى مكان الكاميرا، هل هي موجودة هنا؟ اذا الحسابات هي كل شيء، اما اذا كانت في الاسفل فالحسابات لا تعنيني، في الحالتين راح يتوزع وين وين. ناخذ بعض البروبلمز ايضا، نكمل بروبلم رقم 3 هنا سكول كلاس روم، تقريبا زي المثال اللي حليناه. سمك البلاطه موجود، ونوع الخرسانه موجود، وايضا الابعاد موجوده اللي هي A و B، بالتالي اقدر اعرف الباكيه الواحده كم. ومثال يعني 4 و 5 باك تعيد بس باختلاف الابعاد، يعني ممكن تكون وين وين، ممكن تكون تو. المطلوب سكتش ذا لودينج، يعني برضو نسوي رسمه الاحمال النهائيه على الجويست بي اف، الجويست بي اف اللي هو هذا. لاحظ انه اختار لك وحده وسطيه عشان يكون جاي عليها احمال من هنا وجاي عليها احمال من هنا. وايضا الجيردر او الكاميرا الجانبيه الطويله اللي هي اي بي سي دي اي اللي هي هذه كلها. فبالتالي لو جيت احل هنا الان، في حالة انه زي بروبلم 3 30 و10، 30 قسمة 10 راح يكون 3 اكبر من الاثنين، بالتالي وين وين، يعني الجزء الواحد هذا راح يتقسم الى نص ونص، وهذا نص ونص والى اخره. لما نحل الجزء، الكاميرا بي اف شايلة جزئين، الكاميرا سي اف شايلة جزئين، وايضا اللي هنا شايلة جزئين. فانا لما احل هذه كأني حليت هذه وهذه، بالتالي الرياكشن اللي هيطلع هنا لما احل الكاميرا هو نفسه هيطلع هنا، هو نفسه هيطلع هنا. بينما هذه الاخيره، الاخيره هذه الطرفيه يعني هتكون فقط شايله نصف واحد، فهيطلع معاها نصف الرياكشن بالضبط اللي انا طلعته في بي، زي ما تكلمنا عنه اثناء الشرح. فلو جيت ابى احل في النهايه او ارسم شكل اللودينج اللي جاي من كاميرا اي اي، هيكون بهذا الشكل. هيكون عندي هنا على بعد مسافه اي الرياكشن اللي طلع من هنا راح احطه كذا، بعدها بمسافه الرياكشن اللي يطلع من هنا راح يكون كذا، والرياكشن اللي طلع من هنا راح يكون كذا. طيب هل الرياكشن اللي طلع من هنا يضاف او لا؟ هذا يعتمد على الشكل. قلنا لما يكون في عمود هنا معناها ان الرياكشن اللي جاي هنا رايح على العمود، ما هو جاي على الكاميرا، فبالتالي ما راح احط رياكشن هنا ولا احط رياكشن هنا، فتكون فقط عباره عن ثلاث رياكشنات متساويه من حل كاميرا بي اف. الرياكشن اللي يطلع احطه هنا وفي المنتصف وهنا، وخلاص هذا يكون الشكل النهائي للاحمال. ليش؟ لانها وان وي. اما لو جينا هنا مثلا 15 و10 لما نقسمهم على بعض 1.5، بالتالي هذا طبعا راح يكون تو وي. طالما انه تو وي اذا ننتبه ان توزيع الاحمال هنا توزيع الاحمال في كل باكيه من هذه البواكي ما راح يكون يعني بالنص بالضبط، راح يكون مثلث ومستطيل، راح يكون الجزء هذا شايل مثلث وهذا شايل مثلث لان هي الاجزاء القصيره، وهنا عفوا ترابيزويد، الجزء هذا راح يشيل ترابيزويد والجزء هذا راح يشيل ترابيزويد. فبالتالي في مثلثات، يعني هنا في مثلث وهنا في مثلث وهنا في مثلث وهنا في مثلث، فلازم تضاف بالاضافه الى الرياكشنات. هذا في حاله انه كان تو وي، اكيد انه الجزء هذا كل جزء من الكاميرا الطويله هذه شايل مثلث من احد البواكي، ونضيف عليها الرياكشنات. اما ان كان وان وي ما راح يكون في شيء جاي من البلاطه، هيكون فقط عباره عن الرياكشنات الثلاث. شوف بروبلم ثاني، تقريبا يعني خلصنا جميع الافكار الاساسيه. هنا البروبلم اللي هنا 2 انش ثيك، راح يوضع فوق هذا الفريم 2 انش سمك. لاحظ انه مو خرسانه، هنا بلايوود ابلكاش ريزيدنشال دويلينج، نوع الوحده السكنيه. اجيب اللايف لود من الجدول ببساطه تكلمنا عنه. سكتش ذا لودينج على بي جي اللي هي هذه الوسطيه، طبعا بي جي لما احلها كاني حليت سي اف. ليش؟ لان الابعاد متساويه. وايضا يبغى اي بي سي دي، اي بي سي دي اللي هي هذه.
طبعا نفس الكلام بعد ما نحل بي جي، نفس الرياكشن اللي هيطلع هنا هيكون عباره عن حمل على هذه الكاميرا، وايضا الرياكشن اللي هيطلع من سي اف هو نفسه يعني هيحطه ايضا هنا على هذه الكاميرا، هيكون عليها حملين فقط. في حاله انه كان وان واي التوزيع، لما يكون وان واي هتكون فقط الاحمال، اما ان كان التوزيع للبلاطات هذه المسافات بين الاي، الفرق بين الاي بي والاي لما نقسمهم على بعض ويطلع تو واي، هننتبه انه هيكون في برضو مثلثات احمال جايه على الكاميرا على شكل مثلثات، بالاضافه طبعا الى الرياكشنين هذه. فهذه نقطه ايضا مهمه، يعني على سبيل المثال لو شفنا 2 6 البي 15 والاي 5 بالتالي اكيد انه وان واي فما راح تكون فيه المثلثات، اما في 2 7 و2 8 الابعاد تغيرت صارت 8 على 8 بالتالي هذا تو واي فالتوزيع يكون مثلثات للجميع. هنا 9 و15 بالتالي التوزيع هيكون هنا ترابيزويد وهنا ترابيزويد وهنا مثلث وهنا مثلث، فننتبه انه يكون في مثلثات في حاله التو واي زي ما تكلمنا قبل كده. نشوف بروبلم 9 و10 ايضا هم نفسهم ستيل فريم ورك تقريبا نفس اللي فوق 4 انش السمك موجود، نوع الخرسانه موجود، يونيفورم لايف لود موجود 500، هنا اللايف لود معطيني هو جاهز، والديد لود اقدر بكل بساطه اني اجيبه من الجدول واضرب في السمك بالتالي اجيب الاحمال كلها اللي جايه من البلاطه، نفس الكلام القديم ما في فرق. وسكتش ذا لودينج على كاميرا بي اي اللي هي هذه، هنشوف بكل بساطه وان واي ولا تو واي، في الحالة الأولى اللي معطينا هي كان تو واي، في الحالة الثانية اللي معطينا هي واضح إنه هيكون وان واي. فلما يكون وان واي مستطيلات، وبعد ما أحل طبعا الكاميرا بي إي الرياكشن اللي راح يطلع معايا راح أحطه بهذا الشكل، ما تقريبا لا يوجد فرق يعني عن البروبلم رقم واحد. وبكذا إن شاء الله نكون أنهينا الجزء الأول من شابتر 2 اللي هو جزء الأحمال وتوزيع الأحمال بجميع حالاته، وغطينا إن شاء الله أغلب الأفكار. طبعا تدربك على هذه البروبلمز وحلها باليد يساعد بشكل كبير جدا على حلها في الاختبار بوقت سريع، طبعا الوقت أيضا مهم من أجل الحل في الاختبار. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم تكملة شابتر 2، وبعد كذا لما ننتهي إن شاء الله من شابتر 2 هنبدأ ناخذ الجزئيات الموجودة في شابتر 4 اللي هي رسم الشير والمومنت والتحليل على الكاميرات بشكل عام. وإلى هنا ينتهي الدرس الأول، وبالتوفيق للجميع.